السلام عليكم شباب. ان شاء الله حلقه البعد الاخر الجايه راح نتكلم فيها عن تاريخ شركه اد سوفت وير. تدرون يعني مؤسسينها جون كارماك وجون روميرو، هذول مشهورين يطلعوا بطفره العاب الفيرست بيرسون شوتر، وحطوا الاساس حق العاب الفيرست بيرسون شوتر على ايامها بالتسعينات. فسؤال لكم الحلقه هذه، شنو يعني من الالعاب اللي لعبتوها من شركه اد سوفت وير، سواء كانت دوم ولفنشتاين كويك وغيره يعني؟ وشاركوا القسم التعليقات. ان شاء الله يوم الاحد راح نبلش تسجيل، وراح تكون يعني حلقه شيء معلوماتيه، فيها وايد معلومات يمكن عن الاشخاص نفسهم يمكن ما كنتوا تدرون عنها، يعني وايد انترستينج هالفريق، ونشوفكم ان شاء الله.